s'imprégner à la fois de la culture des gens d'ici, des régions d'ici, aussi bien du Sud que du Haut-Atlas, que du Moyen-Atlas. C'est une culture mélangée. C'est un mélange, finalement. Et c'est très riche parce qu'ils s'enrichissent de tout ce qui est, mettons, amazigh, tout ce qui est arabe, tout ce qui est... et plusieurs influences arabes aussi. L'image de Maroc au Japon, en bref. Elle est très positive. Elle est positive. Vous verrez dans mon livre, j'ai fait un truc extraordinaire. À la télévision japonaise, le samedi, trois fois de suite, c'est sorti. Où je fais un reportage. Sa Majesté m'a donné un hélicoptère, un gros hélicoptère de la gendarmerie. On est venu avec plusieurs cinéastes. On est resté 10 jours au Maroc. Et on a fait des films sur toutes les médinas, sur l'aéroport de Casa, sur toutes les médinas, sur toutes les, le festival de Tissa, tout ça. On a fait un film barré, vous le trouverez dans mon livre. Il a eu un succès terrible. À 9h du soir, tous les samedis, chaque année, il reprenait ce film. Voilà, et je trouve que c'est un truc extra. Vous le trouverez dans mon livre. في إطار سلسلة اللقاءات الرمضانية التي يعني نظمها مختبر التاريخ والتراث استضفنا اليوم أحد أبناء المستعمرين بمنطقة الغرب اللي هو جوماري بايو الذي لا يزال هو مقيم بمدينة القنيطرة وهو ذاكرة حية عن استقرار الفرنسيين بالمنطقة ولكن أيضا ما هو ما يثير الانتباه فيه هو أنه يملك مجموعة من المعطيات التاريخية وكذلك من الأرشيف والذاكرة الحية يعني أتحفنا بمجموعة من المعطيات التي يتناول فيها ذاكرته يتناول فيها تاريخه ويكن يتناول فيها المرحلة الاستعمارية وخصوصا المرحلة الانتقال أي الانتقال من فترة الاستعمار إلى فترة يعني الاستقلال هذه اللقاءات تهدف إلى فتح المجال بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بالقنيطرة إلى المساهمة في كتابة التاريخ تاريخ المحلي تاريخ مدينة القنيطرة تاريخ منطقة الغرب عبر استضافة هؤلاء يعني الأشخاص الذين يحملون الذاكرة وقد استضفنا في الحصة الماضية مادموزيل أمبير وحاليا نعمل جاهدين إلى استضافة بعض الوجوه القنيطرية أيضا من أمثال الأستاذ مشيش العالمي من أمثال الأستاذ المكينسي وكذلك من عائلة عزيزي وكذلك بعض المناضلين من قبيل مثلا الأستاذ بن جيلاني الغاية من هذه اللقاءات العلمية الهدف منها هو المساهمة في كتابة هذا التاريخ أي التاريخ الشفهي إلى جانب ما يقدموه لنا من وثائق تاريخية جد جد مهمة ستبقى في أرشيف هذا المختبر وفي متناول طلبة كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بمدينة القنيطرة وشكرا